في المرحلة الأولى في القسم الأول بطل الشتاء شباب الأهلي يستضيف الشارجة الثاني. هكذا شاءت القرعة أن تضع الفريقين في آخر مواجهة في الدور الأول. شباب الأهلي المتصدر طبعا الكل يعلم بأن أمام بنياس في استاد المكتوم، وبالتالي الدوري الآن، لكن قمة الدوري، قمة الدوري، والكرة لشباب الأهلي خطيرة، التسديدة وصدت وأبعدت، وخطيرة جدا لشباب الأهلي، خطيرة جدا لشباب الأهلي. كان ممكن نشوف هدف مبكر في الدقائق الأولى أو في بعد الدقيقة الثانية فقط من بداية المباراة في الكرة الماضية. هذه المحاولة الجميلة اللي فيها حارب عبد الله السيف، انك تضحي ب20 لاعب، لكن من المنطق ان تضحي بالقائد وهو المدرب. هذه مرور، هذا مرور جميل جميل، لكن كرة بعيدة بجانب لوفانور في الكرة الماضية. لوفانور في الكرة الماضية، نعم مرور جميل، شوف تسديدة بعيدة لكن المرور كان جميل، التسديدة متارتابية مرة أخرى، الله على نقل الكرة الماضية، إبعاد من جانب لاعبي فريق، والتسديدة القوية من يوسف جابر ممكن مرة ثانية لكنه تباطأ، والكرة الآن الله، حلوة 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 من يوسف جابر اللي حاول انه يسجل ثالث اهدافه في الدوري هذا الموسم، لكن جميلة ملعوبة الكرة الماضية، ابعاد باياتي والتسديدة من يوسف جابر في الاولى، الثانية مع انه لاعب يلعب القدم اليسرى لكنه اختار اليمنى وما اختار القوة، اختار انه يضع الكرة في الزاوية البعيدة. الفكرة حلوة، التنفيذ فقط كان يحتاجه حسن إبراهيم. بدأ الشباب الأهلي في اللحظات الماضية محاولاته خطيرة، وعادل الحوسني طار وأبعد الكرة الماضية ولازالت خطيرة، والحسن صالح الآن خارج أرضية الملعب. يا لها من خطورة متناهية، يا لها من خطورة كبيرة من جانب الشباب الأهلي في اللحظات الماضية. حسن إبراهيم هيكل لمحمد مرزوق، يتقدم شباب الأهلي بكل لاعبيه، حتى المدافعين كارتابيا بالقدم اليسرى والكرة في المكان السليم، محاولات مستمرة. يوسف جابر ربما يأتي الآن بالعرضية ولكنه فضل محاولة كارتابيا، كرة قوية خطيرة، والحوسني في مرمى نادي الشارجة. هذه الكرة طبعا لوفانور اللي طبعا أبعدت بهذه الصورة الممتازة من جانب عادل الحوسني، ما كانت عنده حلول كثيرة، أبعدها بقبضة اليدين. كارتابيا أخذ قراره موجود، كرة فوق الحيطة، الله، قراره موجود، القرار موجود، وشباب الأهلي يفرحوا في الدقيقة الأخيرة. شكلها من حطتها، من نظرة كارتابيا، النظرة كانت تقول الكثير، وسجل كارتابيا، ياهو هدف، ياهي حطة، نقول عنه أبو الحطات في زاوية قاتلة تماما، كرة في منتهى الروعة والجمال. وكنا نتكلم عن لاعب كان يناظر المرمى وسدد في مقتل صعبة جدا، ليس على عادل الحسني، على كل حراس المرمى، التنفيذ كان ممتاز. الآن ولاحظ الكرة ليوسف أجابر فريق نادي الشباب الأهلي، الصلاه الآن إلى لوفانور، سددها وين؟ على القدم الغير مفضلة بالنسبة لي، القدم المفضلة القدم اليسرى، لكن اليوم مباراة يقدمها كارتابيا، كان في كلام على رحيله، وفي معظم المباريات تقريبا وفي مباريات كثيرة كارتابيا كان في مقاعد البدلاء وكان في كلام على رحيله، وكثير من المواهب القادمة بحول الله تعالى. هذه انطلاقة الآن تصل في المكان السليم، والمحاولة من جانب حارب عبد الله السيل وشباب الأهلي الآن الكرة من جانب لوفانور خارج أرضية الملعب
طبعا في تبديلات حدثت، في تغييرات، في تعاقدات حدثت، وانا اعتقد ان الذكاء انك بولاريو كوزمن. هذا فيدريكو كارتابيا، كرة تلعب للأمام الآن، جميلة ملعوبة وخطيرة والكرة تبعد. في الكرة الماضية ضغط شباب الأهلي الآن، والدفاع ممتاز من جانب الشرجاوية في اللحظات الماضية. حضور جيد في المباراة في استاد راشد، يتفاعلون مع مباراة حتى الآن لا تعرف لا تعلم. السيد رودولفو أرواباريين أنه يعادل العنبري في الشوط الثاني من المباراة، 67-68 دقيقة الآن. كرة تلعب عالية، الله 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 يا كارتابيا، وين هذا من زمان يا كارتابيا مع شباب الأهلي. استقبال موجودة، تحولات موجودة، شباب الأهلي كان متقدم، الآن خسران، الآن عنده محاولة، كرة من جانب مرياني، سهلة يا مرياني، سهلة من السويسري، ما كانت قوية إطلاقا، ما كانت قوية، كانت سهلة جدا في متناول حارس المرمى الحوسني في الكرة الماضية، لكن عمل كبير من جانب الفريق. القدم والفوز بالبطولات والشعور بأنك يجب أن تبقى في القمة، الرجل الذي عاد الشارجة للفرح بعد سنوات طويلة، أحمد خليل يأتي بالكرة في هذا المكان الخطير، التسديدة، وعادل حسني يحضر في الكرة الماضية. نعم، في تبديل شرجاوي قادم الآن، ماجد سرور لاعب منتخب الإمارات الأولمبي سيشارك في قادم اللحظات من الجانب الشرجاوي. هذه الدقيقة 80، عند الدقيقة 80 يتقدم، يسدد، هي جول، شباب الأهلي يعود، شباب الأهلي يعود، اثنين اثنين تلاعبت في أعصاب الجميع، مباراة تلاعبت في أعصاب الجميع. شباب الأهلي هدف جميل في الشوط الأول من كارتابيا، ومن ريان يعود بعد ذلك. هذه ضربة الجزاء ريان مندز يتسبب فيها، وكارتابيا يا بعد ذلك، وأحمد خليل يعيد شباب الأهلي الآن، ويكون الأمور عند التعادل المثير عزيز المشاهد. 2-2، حضرت ولا ما حضرت في زمن الاحتراف. سجل من ضربة جزاء أحمد خليل، هدف ثالث لشباب الأهلي، شباب الأهلي هدف ثالث، تغيرت كل الأمور وتبدلت كل المعطيات، والفريق اللي كان خسران في الشوط الثاني الآن هو المتقدم. يا هي مباراة تلاعبت بالجميع. الشرجاوي كان فرحان في الشوط الثاني، لكن أحمد خليل غير كل شيء. ضربة الجزاء تحتسب على عبد الله غانم، ويأتي القرار ويتقدم فريق شباب الأهلي بالهدف الثالث. شوف هدف ثالث من ضربة جزاء، أحمد خليل اللي صنع ضربة الجزاء هو ما تقدم، غير الزاوية طبعا.